تحية واحترام، عدنا من جديد للفقرة الأكثر إثارة، الفقرة القوية، الفقرة الكبيرة اللي يمكن الناس بتنتظرها بفارغ الصبر، ضربات الجزاء الترجيحية اللي هي 10 في 10 برعاية كوفتي، هذه الشركة العملاقة التي ترعى هذه المسابقة، والمسابقة دي دائما بيكون فيها يعني نفرين بيتسابقوا، صاحب أكثر إجابات صحيحة من 10 أسئلة هو اللي حيعوز على 10,000 جنيه مقدمة من كوفتي. إذن يتجدد الديربي لليوم الثالث على التوالي بين أم درمان والخرطوم. أم درمان تمثلها أو يمثلها الريف الشمالي، أو الخرطوم تمثلها الديوم الشرقية. الليلة الديامة حيلعبوا مع ناس الريف مباراة مختلفة تماما. طيب مبارك من الريف الشمالي، مبارك يا مرحبا. يا مرحب بك مبارك، فرحنا ولا فرحتنا؟ مبارك فرحنا. مبارك فرحنا، يا اخي ده اسم جميل. خلاص مبارك فرحنا، ان شاء الله ربنا يفرحك الليله زي ما فرحتنا. ان شاء الله، ان شاء الله نفرح الناس كلهم. طيب معانا من الديوم الشرقيه الاستاذه ابتسام. مرحب بك استاذ ابتسام. طيب استاذ ابتسام والاستاذ مبارك الاثنين حيلعبوا معانا، واحده ممثله للخرطوم والثاني ممثل لام درمان في ديربي قوي جدا. شروط الاستاذ غسان على التوالي أو هي الآتية 4. 1، ركزوا معايا الاثنين، ما فيش أي مساعدة خالص مساعدة لا بيجاي لا بيجاي. 2، السؤال على الشاشة وممكن أقوله لكم أنا مرة واحدة فقط، وممكن تقفلوا التلفزيونات إذا فاتحينها لأنه ما محتاجين لي صوت ولا صورة. 3، مدة الإجابة 10 ثواني. 4، الإجابة الأولى هي التي تعتمد فقط، ما عندنا إجابة ثانية. اتفقنا يا أستاذ مبارك والأستاذة ابتسام؟ جميل إن شاء الله. طيب إذن الضربة الأولى للخرطوم الديوم الشرقية يا أستاذ ابتسام، نحن جاهزين، ركزي مع السؤال. طيب نسمع ونسكت ناس الكنترول. تقع دولة تشاد في الحدود الجنوبية للسودان، صح أم خطأ؟ خطأ. جول يا خرطوم، يا سلام، الديامة والهدف الأول. طيب الريف الشمالي، نعم. طيب ساعة بيج بن توجد في روما، صح ولا لا؟ ساعة بيج بن تقع في روما. أبدين حساباتك طوال، عيد صح ولا غلط؟ أبدأ عيد. خطأ. جول عشان جوجل، ها لندن. طيب نعم، نعود الى ابتسام الديامه. البخسة وعاء مصنوع من القرع، صح ولا غلط؟ البخسة من القرع. عد. صح. جول الخرطوم، يا سلام بالثبات. قدم هدفين الام درمان، الريف الشمالي هدف، الشاهين من أسماء الصقر، الكلام ده صح ولا لا؟ كرر السؤال. ما في تكرار، حنبدأ نعيدها نحن. 1. جول. السؤال تقرأ ليه طيب؟ طيب يا مبارك السؤال تقرأ، ما تقدر أنت ما قريت السؤال ليه تقرأ ثاني؟ طيب والله يلا يلا يا مبارك حنبدأ نعيد، خليك أنت متعادل وماشي كويس. نرجع الديم أستاذ ابتسام. داكار عاصمة السنغال، صح أم خطأ؟ داكار عاصمة السنغال. عد. عد. صح. جول. يا سلام أستاذ ابتسام من الديامة، الديامة شغالين كويس، شغالين تمام. يلا نرجع لأم درمان للريف الشمالي، يلا يا مبارك فرحنا فرحنا، ما بنعيد السؤال، ركز معاي. عباس بن فرناس أول إنسان يحاول الطيران، صح أم خطأ؟ عباس بن فرناس أولاً يحاول الطيران. نعم صحيح. جول. أستاذ غسان أستاذينكم أنت أستاذ أحمد، أول ما نقرأ السؤال نبدأ نعيد على طول. هاي تمام، يلا نعود إلى الديم والتعادل لا زال قائم، 3 أهداف لكل. طيب مدينة الروسيريس تقع بولاية شنو يا أستاذ ابتسام؟ الروسيريس في ولاية، عداد شغال. جول في آخر ثانية، آخر ثانية يا أستاذ ابتسام، الله عليك الله عليك.
هدف رابع جميل. نعود لمدرمان، ركز يا باكات مبارك. نعم. المثل يقول الخيل تجقلب والشكر ليمنو لحماس. جول يا سلام الله، يعني ديربي 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 ديربي. أم درمان تتعادل، الخرطوم تجيب هدف، شغالين مع بعض. يلا أستاذ ابتسام، ما هو الاسم الذي يطلق على رئيس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية؟ بالاوت، هو البابا. سؤال هدية، معلش. إلا الخرطوم تضيع أول فرصة. أم درمان فرصة للتقدم. مدينة السوكي يا مبارك تقع بولاية شنو؟ ولاية النار. جول! أم درمان تتقدم للمرة الأولى. أم درمان تتقدم، يا سلام. طيب، انهيار برجي التجارة العالمي في نيويورك كان في العام كم؟ عداد شغال. في العاوز 2001. أستاذ ابتسام، يعني تأخيرك هو اللي بيضيع عليك الفرص. أم درمان فرصة لتعميق الجراح. طيب نعم. مبارك، طريقة للقراءة يستخدمها مكفوفو البصر تنسب إلى عالم فرنسي كفيف، والطريقة هي طريقة شنو؟ فيلاوت. يعني انت قلت اجابه صحيحه لكن بعد الزمن، بعد الزمن، بعد ما معليش معليش اتاخرت يا مبارك. طيب، فرصه للتعادل يا ابتسام، او ممكن تتقدم، مش ممكن تتعادل، ممكن تتعادل. ما اسم الظاهره التي تحدث حين تحجب الارض ضوء الشمس عن القمر؟ عد. الخسوف. جول! الله عليك الله عليك، إجابة سريعة واضحة. نعود إلى مبارك في مدرمان، في أي مدينة يقع تمثال الحرية؟ في أي مدينة يقع تمثال الحرية؟ العداد شغال. يوديوخ. ها؟ يمنيوخ ولا ما قادر أنطقها. جول! أنت قلتها غلط، لكن هي نيويورك، ما نيويورك، ما نيويورك، نيويورك. أيوة تمام تمام تمام، هدف لمدرمان. تمام. ما اسم الظاهرة التي تحدث نتيجة وقوع القمر بين الأرض والشمس؟ أستاذ ابتسام تسأل لينا؟ أيوة يا أخي، تسأل هسه صح؟ الكسوف شنو؟ الظاهر رجع بين الأرض وال شنو؟ شنو؟ الكسوف. أيوة، إجابة صحيحة يا بشار، إجابة صحيحة. قول، لأنها قالتها لكن ما تعيد لنا السؤال، قول الإجابة بس، مالك ومال السؤال يا أستاذ ابتسام، السؤال ما تقري لنا، قول لنا الإجابة، نحن دارين الزيت. الكسوف هاي. هاي الكسوف هاي، لو ما نحن هناك كان لقيناك برا الأوت. كويس، طيب. لا أنا أرتبعي ما سمحتها لأنه شوية كده أستاذ غسان فاهمني صح؟ هاي عليك الله، عليك الله. طيب. من القائل أعز مكان يا مبارك؟ من القائل أعز مكان في الدنيا، عز مكان في الدنيا سرد سابح وخير جليس في الزمان كتابه؟ عز مكان في الدنيا، في الدنيا المتنبي. الله عليك يا جميل، جون 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 جون. تمام، اذا مبارك تقدم، ام درمان رجعت للتقدم من جديد، فرصه للديم كي تعادل. طيب استاذ ابتسام، تقع مدينه كبكابيه بولايه شمال دارفور؟ في الاوت. صعب علي. ام درمان ستعمقين الجراح، يلا يا مبارك ركز. نعم. ما هي الماده المستخدمه في قلم الرصاص؟ ما هي الماده المخصصه لقلم الرصاص؟ الجرافيت. جول يا ام درمان،
تقدم بثبات على الدم. الله عليك يا مبارك، الله عليك يا لعاب. نعود لابتسام. اللغة التي يستخدمها الصم تعرف بلغة شنو؟ آخر سؤال. الصم والبصم. بلاوت لغة الإشارة. مبارك عنده سؤال؟ طيب آخر سؤال وهو تحصيل حاصل. أم درمان تهانينا وتباركنا على أنك تفوزتي في النهاية. طيب نعود لعلي فرح. علي فرحنا، حتفرح الليلة إن شاء الله. مبارك أو مبارك فرحنا. ماذا يطلق على من لا يرى بالليل؟ ماذا يرى على ما يرى بالليل؟ بالليل إنت بالليل. يرى بالليل اسمه الظلمة. كنت موتوا. الأعشى. الأعشى، لكن برضو إجابة خاطئة. وبرضو مبروك لأم درمان. وأم درمان على التوالي تنتصر على الخرطوم دائما في كل المسابقات اللي يمكن نظمناها. مبروك مبارك وربنا يديكم الصحة والعافية. ناس كتار يتواصلوا معنا، ناس من سينار وناس من أم الغرى وناس من حتات كثيرة جدا يتواصلوا معنا. كتر خيركم كثير إن شاء الله، دائما تأمين وملموي. شكرا على الجمال وشكرا للناس اللي تابعونا. شكرا مهند على الإزعاج، حقيقة ما قصر اليوم الليلة، أدانا درس في الأخلاق. طيب شكرا يا مهند، وشكرا للأستاذ غسان، وشكرا الكاست العام للسرقران أستاذنا أحمد. إلى أن نلتقي لو حيين بكرة.